رئيس كمان الأسبوع ده حضر احتفالات قادرون باختلاف واللي أقيمت بمركز المنارة في التجمع الخامس لأصحاب الهمم. خلال الاحتفالية دي الرئيس قال لذوي الهمم: كل الناس في مصر بتحبكم وسعيدة بيكم، والدعم اللي جاي من الناس ليكم أمر لا يتوقف وبيزيد. احنا بنتحرك صحيح بخطوات قوية أو مش قوية قوي، لسه لم نصل للتقدير الحقيقي للكنز اللي ربنا بعته لنا اللي هو أنتوا. كمان أثناء لقاء الرئيس مع ذوي الهمم وأثناء أيضا إلقاء الكلمات حصل الكثير من المواقف اللي بتظهر معاني الإنسانية. خلينا نروح نشوف جزء من هذا المؤتمر أو هذه الاحتفالية ونرجع لحضراتكم تاني. وما زلنا نقف معا كتفا بكتف ونعمل يدا بيد من أجل تخطي كل الصعاب، سعيا إلى تغيير الواقع وتعديل المسار. وكلنا إيمان راسخ بتوفيق الله عز وجل لمن يتقن عمله، وبأن أعلى مراتب الإتقان مرهونة بمقدار مرهونة وعدنا آمين يا رب العالمين، مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم، من ذوي القدرات الخاصة. تعال تعال ما تزعلش، تعال 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 تعال، اقعد بقى هنا، اقعد هنا، ما تعيطش، ما تزعلش، خدوا جنبك يا أحمد، خدوا جنبك. ازيك؟ أنا بخير. كويس؟ أنا بكويس طول ما أنت كويس. مبسوط؟ طب خلاص ما تعيطش بقى. أنا بحبك قوي يا سيادة الرئيس. وأنا بحبك جدا وبحبكم كلكم. شكرا جزيلا. عايزين نتكلم ده عشان قاعدين يبصوا لنا وبيبرقوا لنا هيضربونا. شكرا. في الحقيقة احتفالات قادرون باختلاف دايما بتلمس حاجة جوه الناس. الجزء ده تحديدا من الاحتفالية أنا وقفت قدامه كتير لأسباب كتيرة وأسباب مختلفة. بعد تفكير في إيه اللي ممكن يتقال في هذا الجزء تحديدا، كانت كلمة واحدة، إن دايما اللي بيطلع من جوه القلب بيوصل من غير تفكير ومن غير مجهود للقلب. إخواتنا من ذوي الهمم هم أكثرنا صدقاً. ممكن يكونوا عارفين إن هو رئيس الجمهورية، بس الحب اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الشاشة مش حب، يعني حب بيظهر مش من ناس لرئيس، ده حب طالع من القلب لشخص جواهم إحساس إن هو حاسس بيهم وعايش معاهم، فرحان معاهم، زعلان معاهم، عايش معاناتهم. حب ظاهر إنه أبعد ما يكون عن إن هي مشاعر وخلاص. الرئيس حاسس بيهم كإنسان وهم بيحبوه كإنسان. دايماً دي بتكون أسمى وأهم معاني الإنسانية.